الحق نهار اللي كانت تسنى فيه سارة واللي هو يوم العملية اللي قام بها بروفيسور قادري. بيان سيغ انا كنت معهم تما في لاكلينيك. جات سارة ودخلنا كيف كيف باش نحيلها شويه الخوف. نروح نشوفوا كيفاش جازت. اتصلت بحصة ابتسام للدنيا من اجل المشكل تاع نيفها اللي كان هو مشكل لها عقده مامطون نفسيه مامطون مشاكل في التنفس كبيره اللي ماكش نفس بنيفها. كي قمنا بالفحص شفنا باللي فريمون عندها صح مشكل كبير في التنفس مامطون عندها ان غروند بوس ودرنا لها ان سيميلاسيون كيفاش راح يولي نيفها ان شاء الله في المستقبل وكانت فرحانه ومتحمسه للقيام بالعمليه. في نفس الوقت لقينا عندها باللي عندها تضخم في الدقن المزدوج واعطيناها الحلول اللي نقدر نديروها مامطون في العمليه. بدينا بالانف بيان سير اللي قمنا تصحيح الاعوجاج تاع الغضروف ومن بعد قمنا بنزع الحدبه هذيك طلعنا لها لا بوينت وبقيناها وافيناها بس كانت يعني لارج بزاف وعاودناها اوستيوتومي نقصنا لها كسرناها في العظم باش يعاود بليفا منا في الغاسين وكملناها بالنزع الدقن المزدوج. العمليه استغرقت حوالي ساعتين وتمت يعني بدون مشاكل والمريضة فاقت من التخدير بدون أي مشاكل. بعد العملية جاتنا للكنترول على 3 أيام من العيادة شفناها نحينا لها ليماج تاع لوني درنا لها نيتواياج افيك لي برودوي دو دماغ مام طون عطيناها لي برودوي بور انتي كيموز وكانت بيان. عطيناها دوزيام كنترول بعد اسبوع باش نحيو لاتال. كي نحينا لاتال كانت يعني بيان ومام طون ما كانش فيها حتى مضاعفات والحمد لله. عطيناها بتي بونسمون كملنا لها تخاتمون. صراحة راح تشوفوها معنا ان شاء الله في النهائي والنتيجه راح تعجبكم.